من الثورة إلى الدولة حمل الأردن القيم والمبادئ ذاتها، فكانت لحظة شيدها الأردنيون إلى جانب قيادتهم الهاشمية، وها هو الجيش العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية الأوفياء لهذه القيم، قيم الحق والعدالة والحرية وكرامة الإنسان. سيدي صاحب الجلالة، منذ اللحظة الأولى يا مولاي لتسلم جلالتكم السلطات الدستورية أوليتم القوات المسلحة الاهتمام والرعاية، فأنتم يا مولاي رفيق السلاح تخرجتم في صفوف هذه المؤسسة العريقة، تعرفونها وتعرفون واقعها ومتطلباتها.